في خطوة هزت الأوساط السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، شهدت الساحة الفلسطينية حادثة اغتيال إسماعيل هنية، أحد أبرز القادة السياسيين لحركة حماس ورئيس المكتب السياسي للحركة. اغتيال هنية الذي تم بصاروخ موجه نحو جسده مباشرة في العاصمة الإيرانية طهران يمثل تصعيداً خطيراً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويطرح العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية خلف هذه العملية والتداعيات المحتملة على المشهد السياسي والأمني في المنطقة. رحيل إسماعيل هنية سبقه اغتيال صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في ضربة جوية لجيش الاحتلال بضاحية بيروت الجنوبية مطلع العام الجاري. اغتيال شخصية بوزن هنية كبير مفاوضي حماس في محادثات وقف إطلاق النار في غزة يفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد والمواجهات، فضلاً عن تعطيل باب المفاوضات المتباطئة بالفعل بمراوغات نتنياهو المستمرة لنسفها. فإسماعيل هنية يصنفه مراقبون بالوجه المعتدل داخل حماس، والذي يمثل اغتياله إصراراً حقيقياً على إبقاء منطقة الشرق الأوسط أكثر اشتعالاً. استراتيجية حروب الظل والاغتيالات تتبعها دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ تأبى التفاوض وترى لذتها في القتل والاغتيالات والتنكيل منذ عام 1948. سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لا طالما خلقت مزيداً من التوترات ونسف أي أطر دبلوماسية حقيقية لتسوية دائمة للقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. التصور الإسرائيلي في انتهاج سياسة الاغتيالات أخرج الصراع من حيز غزة إلى سوريا ولبنان وإيران والعراق، لتفتح حكومة بنيامين نتنياهو جبهات عدة في وقت واحد دون تخطيط أو تدبير، في محاولة لإشعال الشرق الأوسط بحرب واسعة النطاق كي تخفي آثار الهزيمة الاستراتيجية التي تكبدتها في عدم تحقيق أهداف عدوانها على غزة بحسب زعمها، والمتمثل في تحرير محتجزيها والقضاء على حماس إلى الأبد.